دير كريب المحلات عندي 4 كوبايات وربع من الدقيق، يعني نص كيلو، كوبايتين من اللبن، كوبايتين من المية، بيضة، معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة من الملح. دي مقادير العجينة. خلينا كده برضو ايه نقول المقادير الحشوات بتاعتنا علشان احنا هنبدأ بالحشوات النهاردة. اشهر حشوتين دايما بنطلبهم هي حشوة المايتي زنجر وحشوة ميكس لحوم. يلا بينا ننزل بمقادير برضو الحشوات يا جماعة. عندي فراخ كريسبي متقطعة مكعبات، لانشون لحمة، لانشون فراخ، 3 حبات من الفلفل الرومي، كابوتشا، كوبايتين من الجبنة، كوباية من الجبنة الشيدر الشرايح، كوبايتين من الزيتون. دي حشوة المايتي زنجر. هننزل بقى بمقادير ميكس اللحوم، هوت دوك شرايح او متقطع صغير، سجق، لانشون لحمه وجبنه وزيتون وبس كده. بس احنا اللي فراخ فين؟ طيب اللي حشوه المايتي زنجر هي كل حاجة فيها مستوية. حابة ان انتي تحطي كده الحشوة زي ما هي في الكريب عادي وتشكليه، او ان انتي تديها كده تشويحة كده وتقليبة على النار، برضو عادي خالص. انا هعمل الاتنين، سوري، هعمل اللي هي الخطوة اللي احنا هنديها تشويحة كده على النار، هي دي بس يا جماعة. طيب انا حطيت كده طاسة على النار علشان هدي تشويحة لحشوة ميكس اللحوم بتاعتي، اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ السجق. السجق طبعا هيبقى ني، بس احنا يعني ادينا له تشويحة كده. الهوت دوج هو اللي هيحتاج ان احنا ننزل بيه كده على النار اهو. ضروري قوي ان الهوت دوج يا جماعة يتعرض فترة كويسة على النار علشان الناس اللي بتقلق منه. نعم، لا نفس الكارثة. هحط كده شوية زيت يا جماعة. هي الفراخ فين؟ هنزل كده. نعم، طيب الفراخ زي ما قلت لكم كريسبي متقطعة مكعبات صغيرة عادي خالص، اتقلت في زيت كده يكون غزير. حبة ان انتي تعملي الفراخ عادي، تبقى فراخ بيتي، مش فراخ محفوظة مثلا او كده، برضو عادي خالص. هتقطعي الفراخ مكعبات صغيرة، تتبليها بأي تتبيلة، وتحطيها مثلا ممكن في شوية دقيق وبيض وبقسماط وتقليها. انا هنا انا بس مستنية توصل لهناك كده تسخن شوية. حطيت الهوت دوج يدي كده معايا كده لون خلاص، وهنزل بقى بإيه، بشوية ملح وشوية فلفل اسود بس مش كتير، شوية فلفل اسود وشوية من الملح اهو، وندي كده تقليبة للهوت دوج. حابة على فكرة تحطي زيت عادي، مش حابة مش مشكلة. انا هحط شوية كده من الزيت، حاجة بسيطة قوي خلاص. وبعد كده هعمل ايه؟ هنزل شويه من اللانشون. ممكن تحطي روز بيف عادي، بس يعني اللانشون بيكون اقل تكلفه شويه. شويه من لانشون المدخن، طيب طبعا، وهنزل بالسجق اهو، ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعض بالشكل ده. حابه تحطي اي حاجه تانية في اطار اللحوم عادي خالص، حطي اللي انت عايزاه. طيب بالشكل ده اهو. تعالوا بقى الطاسه الثانيه، حشوه المايتي زنجر. زي ما قلت لكم الفراخ حابه ان هي تبقى محفوظه، او ان انت عاملاها في البيت براحتك خالص. بس على فكره في المطاعم مش بيعملوها ولا حاجه، هي بتكون اللي هي زي دي اللي بتكون جاهزه من السوبر ماركت. هنزل بالفراخ بتاعتي وباللانشون المدخن، لانشون الفراخ
ننشر اللحمه ونقلب الكلام ده اهو. طيب عندي زيتون اسود، هنزل بشويه هنا وشويه هناك، ونجيب كده الفلفل والزيتون الاخضر، شويه من الفلفل في الحشوتين وزيتون اخضر بالشكل ده. حشوة ميكس اللحوم ممكن قوي ان انتوا تحطوا لحمة مفرومة عادي، بس طبعا تكون مستوية. اي حشوة في حشوات الكريب مبدئيا كده لازم ان هي تكون مستوية سوا كامل، مش نص سوا ولا حاجة. انا عايزة اقول لكم ان كده اصلا خلاص الحشوتين بقوا جاهزين، في بس كده ثلاث زيتونات، حشوتين خلاص جاهزين. خلوني بقى اكلمكم شويه عن حشوه سوري عن عجينه الكريب، كريب المحلات. بصوا بقى العجينه بتاعت كريب المحلات يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان احنا نحط دقيق وميه بس، لا مش الكلام ده. احنا ممكن نعمل الطريقه دي في حاله ان احنا عايزين نقتصد شويه او نوفر شويه، لكن ان هم بيعملوها بالطريقه دي لا، ما نعملوهاش ابدا كده. لازم نستخدم حتى على الاقل حبه واحده من البيضه، وبندخل اللبن كده في الموضوع ليه؟ بيديني طراوه والميه بتديني قرمشه، فعشان كده هم بيستخدموا الاثنين. لكن ان احنا نستخدم ميه ودقيق بس هيطلع معاكي على فكره عادي، لكن هيبقى فيه ناقص فيه طراوه شويه. امبارح كده لما انا قلت لكم بالليل ان احنا هنعمل الكريب، ففي كذا حد بعت لي قال لي طب احنا ازاي نحافظ على الطراوه بتاعته؟ هي فكره اللبن ان هو بيديني سن الطراوه كده في العجينه، والميه بتعمل قرمشه، فالاثنين مع بعض بيكونوا ظابطين معانا عجينه الكريب. انا كده خلاص مش عايزه اكتر من كده بالشكل ده اهو. انا كده حابه ان انا اشيلهم من على النار. خلاص حشوتيني جاهزين. تعالوا بقى نعمل ايه؟ نشوف عجينه الكريب. نستخدم الخلاط في ضرب الحاجات، بننزل بالمواد السائله في الاول. ليه بقى؟ ليه؟ علشان لو انا نزلت بالدقيق في الاول الدقيق هيترسب تحت، هو كده كده على فكره هيحصل كده سنه ترسيب كده في الخلاط، لكن ايه هنعالج الموضوع ده ان احنا هندي تقليبه، لكن لازم ان انا انزل باللبن الاول. بسم الله، كوبايتين لبن، ويعني بقى ايه تقريبا كده كوبايتين من الميه. عايزه اقول على حاجه، الدقيق كل نوع بيكون مختلف عن النوع التاني. والله انا الدقيق اللي بستخدمه بياخد ميه اكتر من الدقيق اللي انت بتستخدميه. في الحاله دي انا ممكن قوي العجينه اللي انا عاملاها دي احتاج اكتر من كميه الدقيق، سوري من كميه السوائل اللي انا قايله لكم عليها. عادي الكميه تاخد معاكي 4 كوبايات من السوائل، 5 كوبايات عادي خالص، مهم ان انت توصلي للقوام اللي انا هوريه لكم دلوقتي. طيب نور بتسالني سؤال حلو قوي، بتقول لي نعرف منين ان هو عايز ميه اكتر؟ لازم يا نور اما احنا نجرب العجينه، يعني انا دلوقتي هضرب العجينه، والله انا لقيت ان العجينه تقيله لا هحتاج ميه، لقيت ان العجينه سايله هتحتاج كده في الحاله دي شويه من الدقيق، فلازم طبعا نجرب. على فكره ده مش بيكون عيب دقيق ولا حاجه، عادي هي الانواع الدقيق بتبقى كده يعني. طيب نور بتسالني سؤال حلو قوي، بتقولي ليه حاطه سكر في الكريب؟ السكر بيدي كده قرمشه كده وحمار شويه للعجينه. حطيت معلقه كبيره من السكر، مش بيسكر على فكره العجينه ولا حاجه. فانيليا، بصوا بقى احنا هنضرب الايه السوائل، يلا بينا. بسم الله، طيب هنزل بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل كده بالدقيق كده 4 كوبايات وربع يا جماعه، نص كيلو من الدقيق. تمام، انا مش هنزل بكميه الدقيق بصراحه، مش عارفه قلبي كده
مش حاسه برضو ان دول 4 كوبايات، حاسه ان هم اكتر شويه. نضرب. انا عملت حاجه بصراحه في الفاصل، ان انا صفيت العجينه. لازم كده نعديها بمواصفه ليه؟ علشان لما احنا نضرب اي عجينه عموما يعني في الخلاط، الخلاط مش بيساعد قوي ان هو يلم معاكي كل الحاجات الجافه، خصوصا لو احنا مستخدمين كميه كبيره من الدقيق زي ما احنا مستخدمين النهارده. فضروري ان احنا نعدي كده العجينه بتاعتنا على مصفى زي ما احنا ايه ما عملت كده معاكم. طيب، تشكيل الكريب، اكتر سؤال بتساله، هل احنا ممكن ان احنا نشكل العجينه في صينيه؟ اه ممكن، عايزين اعملها معاكم. هقول لكم على طريقه ظريفه قوي بديله للمعلقه. هاتي كوبايه تبقى اسهل ليكي شويه لو انت لسه اول مره تشكلي كريب في البيت. هتحطي كده مقدار، تقريبا مقدار واحده من الكريب. بس عايزه اقول على حاجه، الطاسه اللي احنا هنعمل فيها النهارده، الطاسه دي يا جماعه حجمها كبير فهياخد كميه مش قليله. نمسح بس كده الاشياء بقى ايه بتاعتنا اهو، ويلا بينا. هنعمل ايه؟ نقطه نقطه من الزيت. طب احنا ليه مش بنكتر زيت في الطاسه اللي احنا هنشكل بيها؟ لا يحصل ان احنا لو كترنا الزيت هنيجي نحط العجينه بتاعت الكريب هنلاقي ان هي ايه بتجري معانا، بتتزحلق معانا. بعد ما احط النقطه، شايفين المنديل ده؟ لازم نمشي كده عليه، بس انا حاطه نقطه قليله يعني اهو، حاجه بسيطه قوي. طيب الطاسه ما تكونش سخنه قوي مولعه. انا بقول لك الحاجات دي لو انت اول مره، لان الطاسه لو سخنه قوي اول ما تنزلي بالعجينه هتروح قافشه كده في الطاسه ومش هتتحرك معاكي، تمام؟ وفي نفس الوقت لو بارده العجينه هتفضل برده ايه تروح يمين وتروح شمال، فهتلاقي ان الموضوع مش احسن حاجه. انا كده هاخد العجينه، كميه عجينه الكريب، ويلا بينا بقى ايه هنزل بالعجينه اللي احنا عملناها كده اهو بالشكل ده. حركي ايدك بصوره دائريه عادي خالص، ما تخافيش. لقيتي ان هي نقصت معاكي هنحط شويه تاني كده، بس كده. والله انت هتفضلي بقى واقفه جنب العجينه كده وهي بتستوي، خلاص علي النار كده عشان تنجزي. لو هتسيبيها مثلا هتعملي حاجة معاها، خلاص ممكن تهدي النار شوية. طب تعالوا بينا برضو بالمرة، لو احنا عندنا صينية ومش عندنا طاسة الكريب، عشان دي اصلا مش بتكون موجودة في كل البيوت. هقول لكم كده، بصوا بقى عجينة الكريب ما نفضلش نقعد ايه بقى نجرب فيها كده ونحرك فيها كتير، سيبيها براحتها خالص. هتلاقي ان على الحروف دي هي فصلت لوحدها، شايفين الحروف؟ ممكن نبص عليها، بدأت شوية اهي، بدأت شوية ان هي تفصل معايا، بس نسيبها براحتها خالص. انا عندي الصينية برضو هسخنها شوية واحط فيها نقطة من الزيت، بسم الله، نقطة بسيطة قوي كترت معانا، نمسح بمنديل عادي بس، هي كده تمام يعني. ويلا بينا كده، ندي مسحه بس هستنى ان هي تسخن شويه، تسخن معايا شويه. وتعالوا كده نبص على، انا عايزه اقول لكم على حاجه بصراحه، انا قلت لكم قبل كده ان انا بحب البوتاجازات اللي هي النار العاديه بتاعتنا دي. ليه بقى؟ بتوزع الحراره حلو. كتير قوي بيجي لي سؤال كده، البنات اللي بتجهز لو عروسه بتسالني، الا احنا ايه الاحلى، بوتاجاز العادي ولا البوتاجازات دي؟ قلت لكم دايما ايه يا جماعه، دي بتبقى حسب الامكانيات وحسب انت متعوده على ايه. انا من الناس اللي بفضل وبحب وبرتاح بصراحه مع البوتاجازات العاديه. طيب عايزه اقول لكم على حاجه، حاجه زي مثلا احنا بنعمل الكريب كده دلوقتي، النار العاديه على فكره بيبقى توزيع الحراره بتاعتها احلى بكتير من البوتاجازات الكهرباء. يعني انا هضطر ان انا دلوقتي ايه افضل ايه، بصوا بقى اعمل ايه، كل شوية همسك الطاسة كده واحركها علشان اوزع الحرارة زي ما انتوا شايفين كده اهو، لازم هفضل ان انا اعمل الحركة دي. البوتاجازات دي مش بتساعد قوي ان هي توزع الحرارة. عايز اقول لكم على حاجة برضه، عشان لو النور قطع، طب النور قطع واحنا بنعمل اكل هنعمل ايه؟ فدي برضه حاجات كده احنا ممكن ننقل. بصوا بدأت شوية لكن هي لسه
اهو. بس انا هحتاج كل شويه ان انا برضو احرك الطاسه معلش. طيب لغايه ما الكريب كده يستوي معانا، تعالوا كده هو هو بالظبط بنفس المقادير دي اللي احنا عاملينها مع بعض اهو. طيب الكريب لما نيجي نسويه ما ينفعش ابدا نسيبه لغايه ما ياخد لون، لا لازم نخلي لونه فاتح كده بالشكل ده. بصوا كده، تعالوا كده نبص عليه اهو، اقصى لون ان هو ياخده هو اللون ده، مش عايزه لون اغمق من كده. تمام، عايزه كده ابص بص على العجينه، عجينه الكريب. يلا بينا نقلبها ناحيه تانية. بصوا خلاص هي وصلت للون ده، تعالوا كده نبص على لون العجينه اهو. بس مش عايزه اكتر من كده. حط شويه كده. وعايزه حاجه بقى يا جماعه امسك بيها الصينيه، في ولا مفيش؟ حاضر حاضر. طيب يلا بينا بسم الله. طبعا الصينيه عشان ملهاش ايد فلازم ان احنا نمسكها بحاجه اهو، ايد بتنزل بالعجينه والايد التانيه بتلف اهو كده، ونسيبها على النار. هي بس ما خدتش كل الكميه لان هي مقاسها اصغر. شايفين بقى شكلها حلو ازاي، شكلها تحفه اهو، بسرعه عشان هي سخنه قوي اهو، شكلها حلو قوي. يلا بصوا اهو، بسيطه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه. نعمل نعم، لا ما اسمحش بال يلا يلا بسم الله اهو بالشكل ده. على فكره يا جماعه التصاد دي بقت موجوده دلوقتي، يعني مش حاجه موجوده، يعني ان احنا لو قدرنا ان احنا نشتريها كده يبقى الموضوع هيبقى ظريف قوي. لسه العجينه بصوا بدات ان هي من هنا خلاص اتحولت لعجينه، الجزء الابيض ده لسه. فانا هعمل ايه، هاخد كده الصينيه دي عليا شويه علشان الجزء ده يتعرض للحراره، عشان كده انا بقول لكم انا بصراحه بحب البوتاجازات التانية يعني. طيب نعمل ايه بقى؟ تعالوا كده نبدأ نشكل دي، وكده نبدأ باللي احنا عاملينها مع بعض. همسك الكريب كده بتاعي واعمل ايه بقى فيه، نديله تانية اهو كده كده بالشكل ده. هنزل شوية كده من الحشوة زي ما انتم شايفين كده، ونجيب بقى نعمل ايه بقى، صوصات كده بتاعتنا. تمام، شوية جبنة ونعمل ايه بقى، هاخد الجزء ده واديله تانية كده اهو، وهاخد الجزء التاني وشدي العجينة ما تخافيش مش هتتقطع ولا حاجة، شديها تاني. انا محتاجة ان تبقى تحت ايه واخدة شكل البوس كده شوية اهو. هعمل ايه بقى بس بعد ما اشيل الكريب بتاعي، عايزه كده اشوف اللي احنا عملناه كده في الصينيه اهو. بسم الله اهو، يلا بينا. انا بصراحه الكريب وانا بشكله بحب ان انا اتعامل بايدي، مش بحب ان انا اشيله بحاجه علشان هو بيبقى رقيق قوي. ده لسه شويه. طيب تعالوا نعمل مع بعض واحدة تاني
نعم، ناخد كده من الحشوة التانية اهو. جماعة شوية كده من الصوصات بتاعتنا، اهو اوريكم كده معلش واحدة تاني برضو علشان تشوفوا التشكيل بيكون عامل ازاي. اهو نقفل كده كويس، وزي ما بقولك عادي شدي في العجينة مش هيحصل لها اي حاجة. على فكرة ميكس اللبن مع المية بيشد معاكي العجينة شوية. يلا بينا ناخدها بقى وننزل كده بيها. بصوا انا حطيت الاثنين دول كده في الصينية عندي، كلهم كده ياخدوا لون كده مع بعض اهو. طيب كده سخنة قوي 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 بصراحة يعني، بس ايه هنحاول برضو فيها اهو الشكل ده. ونقلبها. في بقى انت عايزه تحشي اكتر من كده براحتك، في كده يعني اللي طالع موضه شويه اللي هي بتبقى الكريب بيكون مليان على اخره يعني. ايوه طب انا اكله ازاي يعني؟ يعني انا اشتريه لو انا مثلا باكل بره اكله ازاي؟ اقطم الكريب بتاعي ازاي يعني؟ فانا كل حاجه كده لما تبقى معقوله في المعقول زي اللي احنا عاملينه كده فبيبقى الموضوع ألذ. حط كده شويه حشوه اهو. كده الصوصات بتاعتنا. ممكن على فكره تعملي زي ما عملت كده تحشي في الطاسه نفسها بيبقى الموضوع انجز واحلى، بس يعني استحملي بقى ايه سخونه الكريب بتاعك اهو. شويه كابوتشا نقفل، هاخد الجزء ده واضغط واخد الجزء التاني اهو. بس يلا بينا هحطها كده جنب اصحابها. تعالوا كده لغايه ما دول ياخدوا كده لون نشوف كده بقى حشوه كده بايه بقى حلو بقى. الشوكولاته بقى عندك فراوله، موسم الفراوله انسب وقت ان احنا نستخدم الفراوله. مش عايزه فراوله ممكن ان احنا نستخدم كيوي. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، في برضو الحاجه اللي طالعه قوي ان احنا ممكن نحط ميكس اللحوم وميكس الفراخ مع بعض. بتتباع على فكره، هي ليها اسم بس انا مش عارفه هي اسمها ايه. يلا علشان نعمل حشوه الحلو بتاعتنا مستخدمه قشطه مع حشوه الشوكولاته. ليه بقى؟ تكسر شويه حده هي طبعا هتديها دسامه رهيبه، بس هتكسر معايا طعم السكر اللي موجود في الشوكولاته تمام. ودي اختياريه بس صدقوني هتبقى معاكم تحفه. تعالوا كده ايه ندي تقليبه للكريب. قوي هدي كده ايه قلب. لا ده لسه شويه اهو كده بالشكل ده تمام. حطيت شويه قشطه مع الشوكولاته اهو. عندك بقى موز ماشي، عندك كيوي، عندك فراوله، عندك اي فاكهه براحتك. ممكن على فكره نعملها بشويه عسل كده برضو هتبقى ظريفه قوي. يلا طيب عايز اقول لكم على معلومه بقى. بصوا شايفين الكريب وهو سخن ما يتحطش فوق بعضه علشان هيلزق. نسيبه بس يهدى شويه ونحطهم بعد كده عادي. نحط كده حشوه الشوكولاته بتاعتي ما نحطش كتير يا جماعة لان هي دسمة اصلا. خلاص نحط شوية كيوي
يا سلام طعم اللذعه بتاعت. طب كفايه بقى ايه كيوي كده علشان ايه يكفي معانا الكميه. ماشي. عينيا انا بقى ممكن قوي، انا بحب اكلها فاضيه فاهمين، فانا ممكن ايه، طب والله انا بحب اخليها ايه تاخد كده تحميره، بس انا هحشيها لكم شويه كيوي كده وموز يبقى ميكس، ميكس فاكهه. لا بيطلب طلع بيطلب شويه كيوي اهو كتير اهو ماشي، وموز. يا سلام على الكريب ده اهو، ونقفل كده، نحط بس ايدينا كده علشان نسند العجينه كده، ودي كده الناحيه التانيه. وزي ما بقول بصي ما شاء الله العجينه سانده نفسها وماسكه نفسها ازاي علشان احنا عاملين ميكس. نعم عينيا. انا بقى هعمل حاجه علشان ايه، انا دي عاملاها لنفسي بصراحه، فايه لا دي حقيقه انا عاملاها لنفسي فعلا. تديني مهزر. هقطع كده الاطراف علشان ايه بقى اعلمها عشان ما حدش ياخدها اهو. يا سلام. بس على فكره الكريب حلاوته في ان هو يبقى شكله عشوائي كده، يدي كده تقليبه اهو بالشكل ده. هو البوتاجاز فصل يا جماعه ولا ايه؟ وليه مش بياخد لون؟ بطيء قوي. عايزه اقول لكم على حاجه بقى مهمه جدا، في ناس مش بتحب الكريب يكون ناشف ومقرمش مع ان ده بيبقى ظريف قوي، خلاص تكتفوا باللون ده، بلاش تدوا له لون اكتر من كده اهو. نعم. ايه بقى؟ لا في حاجه. ده مين اللي بيقول كده؟ لا احنا لايقين مش ورانا حاجه، فاحنا قعدنا كده ايه يعني نلعب كده مع بعض. وبصوا بقى كده علشان بقى ايه بقى نقدم كده الكريب كده بطريقه ظريفه، ممكن بورق زبده عادي وبورق فويل، وقول فيه كمان ورق زبده كده بيكون شكله كده ظريف كده زي ده اهو. بصوا بقى بقى احط كده الناحيه الثانيه، خلي التقفيله دي في الاتجاه بتاعنا، ونطبق كده. بس التاني احلى، ايه اللي عليه الخضار ده؟ التاني احلى. بس تعالوا كده بينا نحطه هناك اهو. نبص كده بصه بقى على الكريب بتاعنا. انا شكلت تاني على فكره وحطيت في الفاصل كده لسه شويه. يا جماعه اللي عايزين الكريب بتاعكم طري بلاش ان هو يتساب كتير على النار، خلاص هو شويه كده ونشيله عادي، يعني مش لازم ان احنا نحطه فتره كبيره.